في مواجهة تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ارتفع صوت رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، والذي هاجم قاليباف بتدخل إيران الفاضح في الشأن اللبناني. محاولة الوصاية تلك، والتي قيلت على لسان الطيف السياسي في لبنان، أشعلت فتيل غضب يتزامن في توقيت حساس، حيث تتعرض بيروت إلى حرب تشنها إسرائيل ضد حزب الله، محاولة تركت صدى في أوساط الشفافية للرأي العام، والذي وصفها بتصريحات تعكس نوايا إيران منذ سنوات بتدخلها في صناعة القرار اللبناني عبر ذراعها حزب الله. السجال الذي دار حول تصريحات قاليباف بشأن التفاوض الإيراني حول قرار 1701، والذي يعتبر شأنا لبنانيا خالصا، ناهيك عن أنه يضع لبنان في مهب الريح مع الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تضع شرطا أساسا لوقف الحرب بتنفيذ بنود القرار الدولي. ومع عودة قاليباف عن تلك التصريحات والتأكيد على أن القرار 1701 قرار لبناني صرف، إلا أنه زاد الطين بلة حسب ساسة لبنان عندما جاء بعنوان عريض يقول فيه إن ركيزة الشعب اللبناني هو المرشد الأعلى خامنئي. تلك الصراحة القاسية حسب مراقبين ترى بأن إيران تكشف فيها حقيقة مشروعها في المنطقة من جهة، لكنها ستضرب فرص الاستقرار أو قد تمهد طريقا سهلا أمام إسرائيل لاستخدام ذريعة الحرب، وذلك لقطع اليد الإيرانية على الطاولة اللبنانية جيوسياسيا بطبيعة الحال، وليس لبنان فحسب بل لكل بلد تؤثر فيه أذرع طهران بما يؤثر على سياسته ومستقبل سيادته.